لكن اللي بيعرف مطالب أكثر في نفس طبعا سفر عاموس إصحاح طبعا. 3 مكتوب في آية 2: إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم. يعني شوف، لما الإنسان بيعرف بصير عنده مسؤولية، وإسرائيل كان المفروض يكون نور وشهادة للأمم اللي حوله، لأنه بيتكلم عن دينونة الأمم في عاموس، لكن بيتكلم عن دبل ده ضعفين صحيح، ده الدينونة صحيح، على شعب إسرائيل.